دكتور علي مصلحي وزير التموين النهارده عمل مؤتمر صحفي عشان يعلن عن انطلاق معرض سوبر ماركت اكسبو في دورته ال 23 تحت شعار سوبر ماركت اهلا رمضان، لدعم حق المصريين ان هم يشتروا بشكل مباشر من المصنع او من المستورد للمستهلك على طول باسعار مخفضه استعدادا للشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم بخير باذن الله. الوزير في المؤتمر الصحفي قال انه تم الاتفاق مع الشركات اللي هتشارك في المعرض ده ان هم يعرضوا السلع بدون هامش ربح، وقال ان كل اللي هيشاركوا في المعرض يعني متفقين معاهم وهم مرحبين جدا عشان طبعا الازمه الاقتصاديه ومساهمه منهم يعني في رفع العبء عن المواطن، مش عايزين اي هامش ربح، وهيقدموا للشعب المصري كل السلع الاساسيه اما بسعر الجمله او اقل من كده كمان. مؤتمر صحفي للإعلان عن تنظيم أكبر معرض قومي لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة. الدورة 22 من معرض سوبر ماركت إكسبو والثانية لمعرض أهلا رمضان في الفترة ما بين 23 إلى 26 من مايو المقبل بالقاهرة، وما بين 18 إلى 26 من الشهر ذاته بكافة المحافظات. النهاردة احنا بنتكلم عن أهمية التكاتف والشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص سواء تجاري أو صناعي حتى يمكن توفير السلع الأساسية في فترة رمضان بأسعار جيدة جدا ومنافسة، وزي ما قلت بالحرف الواحد هي كأنها أقل من أسعار الجملة بسبب هكذا وعدنا المنتجين والصناع وكذلك التجار. المعرض هذا العام من المتوقع أن يحقق توفير السلع بأسعار تنافسية هادفا ليكون حلقة الوصل المباشرة بين المصنع أو المستورد والمستهلك مباشرة بدون أي تجار أو طرف ثالث تحت شعار نعم للشراء المباشر. المعرض السنة دي هو شراكة واقعية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. الحكومة مثلا في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية المحلية، المحافظات اللي قاموا بتوفير الدعم الكامل، وزارة التموين من خلال شركة قبضة للصناعة الغذائية هتوفر عدد كبير من السلع من خلال شركة قبضة والهيئات التابعة لها. احنا عندنا أمل إن شاء الله إنه السنة دي هيبقى في إقبال كبير من المصنعين ومن المستهلكين. شهر رمضان شهر مهم جدا، الأسواق النهاردة ما فيهاش الحركة المطلوبة، فمصلحة المستهلك والمصنع إن هم يقدروا يحصل رواج في هذه الفترة، وإن شاء الله العروض اللي هتقدم تكون مميزة للمستهلك. ويعد معرض سوبر ماركت إكسبو الذي كانت بدايته عام 1996 واحد من أضخم المعارض المتخصصة في توفير السلع الاستراتيجية للأسرة المصرية، المتوقع منها أن تقبل مثل كل عام عليه لتغطية احتياجاتها في الشهر الكريم. دعم شراء المنتجات المحلية واحد من أهداف المعرض هذا العام بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة توفر كافة الاحتياجات من المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التنظيف بأسعار مخفضة دعما لحق المصريين في الشراء المباشر. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم.